طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى مسائنا اليمني. التطورات الأخيرة التي تشهدها بلادنا غيرت من ملامح المشهد اليمني بشكل عام، إذ عادت إلى الواجهة التحركات العسكرية في مناطق استراتيجية ذات بعد سياسي حساس متعلق بالعاصمة صنعاء، خصوصا أن العملية العسكرية الأخيرة في الطوق القبلي الذي يحيط بصنعاء التي يتخذها الانقلابيون مرتكزا لتحركاتهم السياسية والعسكرية منذ الانقلاب على الدولة في 21 من سبتمبر في العام 2014. ومع هذه التطورات الأخيرة والمتسارعة يطرح المتابعون تساؤلات عديدة، من بينها: ما الخطاب الوطني المطلوب تجسيده من قبل القوى الوطنية للمقاومة والشرعية؟ ما أهمية وضوح الهوية الوطنية الفاصلة بين متناقضي الجمهوري والإمامي؟ هل يكفي المقاومة هذا لتشكل ملامح الهوية الوطنية الجامعة بحضورها الوطني الذي تجاوز الجغرافيا في صفوف المقاومة والجيش؟ وفي سياق تساؤلات اللحظة الراهنة، ما وسائل استيعاب القوى الوطنية للكتائب العسكرية المنضمة إليها مؤخرا، إذا ما وضعنا في الحسبان ضرورة الحرص على تجنب الاختراقات؟ حول ذلك سيدور نقاش حلقتنا لهذا المساء مع ضيوفنا عبر السكايب من الدوحة المحلل السياسي جمال المليكي، والعميد الركن مراد المرادي من مأرب، وناطق الرسمي باسم مقاومة صنعاء عبد الله الشندقي. نبدأ نقاش حلقتنا مشاهدينا الكرام بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. معركة الهوية الوطنية هو التوصيف الأدق للحرب التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة إلى الشرق من العاصمة صنعاء، معركة لا يمكن اختزالها في المواجهة المحتدمة بالدبابات والمدرعات والأسلحة والرشاشات. فالانقلابيون في هذه المعركة يستحضرون كل أسلحتهم للهجوم على وعي وطني محتقن ومتأثر أكثر من أي وقت مضى باستقطابات شديدة تأخذ أبعادا مناطقية ومذهبية إلى حد تبدو أشد الأسلحة فتكا تلك التي تستهدف المعنى الحقيقي للهوية اليمنية في جوهرها الجمهوري. جزء مهم من المعركة التي تدور رحاها على مقربة من صنعاء يتصل بإعادة تعيين هوية من يقاتلون في شرق العاصمة، حيث يصر الانقلابيون على إظهار أبطال الثورة على أنهم جزء من المعركة المفروضة على اليمن. قادم إليكم لدحر العدو والمغتصب المعتدي على هو اللعب بالكلمات والمفاهيم ليس إلا لعب، يأتي في سياق خطاب يدفع بكل ما لديه من ألفاظ التدريس في محاولة يائسة من الإنقلابيين لإخفاء الهدف الحقيقي لمشروعهم، وهو القضاء على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية. إنه الخطر الذي يدفع بمقاتلي الجيش الوطني والمقاومة نحو المضي قدماً على خطى آبائهم الذين أفشلوا في أواخر الستينيات خطة استعادة الإمامة. تتطابق أهداف معركة اليوم مع معركة الأمس، وتتطابق حتى في خطوط سير المعارك. ومن وجوه هؤلاء المقاتلين تلمح الإصرار على استعادة الدولة والانتصار للعيش المشترك، والأهم من ذلك كله تثبيت أركان النظام الجمهوري الذي تعرض لاهتزازات خطيرة بعد انقلاب 21 من سبتمبر 2014. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بضيفي عبر سكايب من الدوحة المحلل السياسي أستاذ جمال المليكي. مساء الخير أستاذ جمال. وسهلا، مساء الأنوار عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى الضيوف الكرام. حياكم الله أستاذ جمال. يعني المشهد العام في البلد يصفه كثيرون أنه الآن ما بين الجمهوري وما بين المشروع الانقلابي الإمامي، أنت كمحلل وكمتابع للوضع بشكل عام، ما قراءتك للمشهد؟ أنا أعتقد أن الواقع يصرخ في وجوهنا جميعا، الأمر لا يحتاج إلى تحليل مثل ما يحتاج إلى قراءة واعية لما يحدث. التحركات على الأرض تصرخ في وجوهنا قائلة أن هناك مكون للأسف الشديد اختار لنفسه أن يكون امتدادا للفكرة الإمامية. الحوثيون، حتى نذكر المشاهد الكريم أن الحوثيون رحب بهم عدة مرات، حتى نفهم المشهد بكليته لا نتكلم عن لحظة واحدة. الحوثيون عندما أتوا إلى الساحات رحب بهم الشباب واعتبروها فرصة ليعيد الحوثي تعريف نفسه للعالم. للأسف فوت على نفسه الفرصة، هذا أولا. عندما دخل مجلس مؤتمر الحوار على سبيل المثال أعطي من المقاعد مثله مثل الأحزاب السياسية التي لها باع في مجال السياسة، مع أنه حديث عهد بممارسة السياسة، ومع أنه رفض أن يترك السلاح وينخرط في السياسة، إلا أنه رغبة من كل المكونات الثورية في جره إلى مربع السياسة أعطي عددا من المقاعد مثله مثل الأحزاب البقية. إذن نحن أمام مكون
أتيحت له الفرصة، حرص الجميع على أن يكون سياسيا، لكنه اختار لنفسه أن يكون انعكاسا وممثلا للحركة الإمامية في اليمن. هذا هو الذي اختار لنفسه، وتحركاته على الأرض وخطابه هو الذي أثبت ذلك، وليس خصومه السياسيين للأسف الشديد. فهذه النقطة الأولى. لذلك نحن بالفعل أمام صراع بين فكرة الماضي، فكرة الماضي متجسدة في اليمن على شكل فكرة الإمامة، فكرة أن هناك فئة لها الحق في الحكم، فكرة السيد والعبد. للأسف الشديد نحن نتحدث بهذا لأن هذا هو الواقع، وبالتالي يقف اليمنيون اليوم أمام مرحلة مفصلية. إما أن يكونوا يعني أصحاب كرامة إنسانية، وإما أن يرضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا. ولا أعتقد أن هناك يمني يحمل في قلبه ذرة شهامة ومروءة سيقبل أن يكون تابعا أو أن يكون مواطنا من الدرجة الثانية. طيب، يعني أحد القوى المتحالفة بشكل رئيسي في محور أو تحالف الانقلاب كانت تدعي طوال تقريبا 33 عام بأنها كانت تحارب الإمامية. الآن نراها في صف واحد، هل كان الموضوع يعني موضوع خدعة، أم أن هناك أجندة مختلفة بداخل هذا التحالف؟ أنا أعتقد أن جزء مما فعله الربيع اليمني أو أنه كشف الحقائق واختبرنا أمام قيمنا. يعني من كان ينادي بشيء أو بقيمة معينة اختبرته هذه القيمة على الأرض، فهناك من نجح بهذا الاختبار وهناك من فشل، وبالتالي التاريخ سيدون ذلك. لن تنسى هذه الأجيال، نحن في لحظة مختلفة. ربما يعتقد البعض أننا في لحظة تشبه لحظة الخمسينات والستينات أن المجتمع سينسى ما حصل. لا، نحن في مجتمع يدون، تدونه الأجيال الشابة بأكثر من شكل وبأكثر من طريقة، وبالتالي نحن أمام لحظة مدونة. وهذه أعتقد أنها رسالة غفل عنها كثير من القوى، أنه إذا استطاع أن يفرض أمر واقع سيتجاهل المجتمع وسينسى جرائمه. نحن أمام لحظة توثق وليست لحظة ستنسى، وبالتالي على كل واحد اليوم يسمع أيا كان موقعه الآن أن يختار لنفسه أن يكون إما في صف الدفاع عن الكرامة الإنسانية في اليمن أو في صف الميليشيات، وأن يكون في التفكير بعقلية العصابة وعقلية السطو والاستيلاء على السلطة بالقوة. طيب، إذا ما رأينا إلى الجانب المضاد للجانب الإمامي إذا صح توصيفه، هل نرى صمود أو تكاتف حول فكرة واحدة بحد ذاتها، أم أن هناك اختلال في صف القوى التي تقاوم والتي تمثل الفكرة الوطنية بالشكل الحالي الآن؟ أنا أعتقد أن الفئة التي دعنا إذا صنفناها وفق لهذا التصنيف، الفئة التي تناصر فكرة الدولة الحديثة، فكرة المدنية، فكرة الديمقراطية، فكرة الجمهورية، أولا هذه هناك عوامل كثيرة تجعلني أنا كمواطن أكثر اطمئنانا لها وأجد نفسي قريبا منها. لماذا؟ لأنه أولا اختبرت حقيقة، حتى نربط أو ما علاقة اللحظة التي نحن فيها بلحظة 2011، تلك اللحظة الأكثر بريقا في تاريخ اليمن المعاصر. اختبر هذه الفئة، اختبرت في 2011 وواجهت السلاح بصدرها العاري واستطاعت أن تسطر. يعني أنا لابد أن نكرر هذه اللحظة لأنها لم تعرف بما فيه الكفاية، أننا أمام شعب مكث في الشارع لأكثر من عام، ولم أطلع أنا شخصيا ولا أعتقد أن هناك في التاريخ المعاصر أو حتى في التاريخ القديم أن هناك شعب مكث في الشارع لأكثر من عام بحثا عن الحرية والكرامة. إذن هذه مجموعة وهذه فئة اختبرت أنها على مستوى الصمود. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه حتى الفئة المقاتلة، حتى الجيش الذي أيد الثورة سلميا في 2011 هو اليوم الذي اختار لنفسه وانحاز لهذه الفئة، لفئة الدفاع عن الحرية والكرامة. إذن نحن أمام مكون اختبرت قيمه مرارا وأثبت أنه على مستوى الفكرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أجد أمامي أن هناك لدى اليمنيين مهما بدت اللحظة وكأن هناك تهاون، يعني تهاوت دعني أقول تهاوى المجتمع اليمني أمام الميليشيات الحوثية، أعتقد أن هذا استثناء. والدليل على ذلك على سبيل المثال قبيلة أرحب، يعني هناك إشاعة يكررها حتى بعض الثوار للأسف الشديد أن القبائل كلها لم تدافع عن صنعاء. أرحب بالحرب الأولى قبل أن تسقط عمران استطاعت أن تكسر الحوثي، ولعلكم تتذكرون عندما قال عبد الملك الحوثي أنه رأى علي بن أبي طالب في المنام وقال له هذه ليست معركتك عندما انهزم في أرحب. إذن القبيلة
المجاور لصنعاء حاولت أن تقاوم، لكن يوم أن تركتها الدولة بعد سقوط صنعاء سقطت أرحب. إذن حتى نعيد أو نذكر المجتمع اليمني أن هناك مقاومة حقيقية في محيط صنعاء، وربما في لحظة في اللحظة المناسبة ستظهر. إذن نحن أمام مكون في لحظة ما لظروف معينة أوتي على غفلة لأسباب ربما محلية وإقليمية ودولية، استطاع الحوثي أن يتغافل المجتمع وبدأ المجتمع وكأنه منسحب أمام هذه الميليشيات. لكني أنا الآن عندما أرى على سبيل المثال أكثر مرة أرى على شاشة التلفاز المعاق وهو يحمل سلاحه، وأرى المرأة في تعز تحمل سلاحها، أنا بالنسبة لي لا أجد فرقاً بين المرأة التي كانت ترفع العلم وترفع الوردة في 2011 وبين المرأة التي ترفع السلاح اليوم. لماذا؟ أين تكمن أخلاقية الفعل المقاوم؟ تكمن أخلاقية الفعل المقاوم أنه لم يختار الحرب وإنما فرضت عليه. كان اليمنيون بعد مؤتمر الحوار أمام مفترق طريقين، إما الذهاب نحو بناء الدولة الحديثة أو الذهاب نحو الاقتتال. الحوثيون وعلي عبد الله صالح هم من فرضوا الحرب، وهناك فرق بين من استراتيجيته الحرب ومن استراتيجيته السلاح كجماعة الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح، ومن فرض عليه الحرب وفرضت عليه أن يقاوم هذا الصلف، وبالتالي تكمن هنا أخلاقية الفعل المقاوم أن كان مدافعا ولم يكن هو المعتدي. طيب أستاذ جمال، يعني في هذه اللحظة أو وفق المشهد الذي نشاهده الآن، وإذا تعلمنا دروس 2011 ثورة 2011، هل تتوقع أن يشهد اليمنيون أي انتكاسة ممكنة في حال لم يقرأوا المشهد الآن بشكل واضح، مثل ما حدث مع الحوثيين الميليشيات الحوثية التي انضمت للثورة وأحسن الثوار فيهم النوايا ومن ثم انقلبوا على هذه الثورة؟ هل من الممكن وفق ما تراها الآن في صف الجبهة الوطنية الموجودة الآن بذور لما يمكن أن يندم عليه المقاومون أو قوى الجبهة الوطنية حاليا في المستقبل؟ هذا سؤال ذكي وسؤال مهم وسؤال استراتيجي، أنه نحتاج بالفعل أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال. ما الذي ينقصنا كجبهة اختارت نفسها أن تكون في هذا الصف؟ باعتقادي أن الذي ينقصنا عدة أمور. ينقصنا، دعني أقول، المزيد من التناغم والتنسيق بين جبهات المقاومة المختلفة. هذه نقطة. النقطة الثانية أن نبشر المجتمع من الآن أننا لسنا دعاة حرب. نحن فرضت علينا هذه الحرب، على قيادات المقاومة ومن هم على الأرض أن يكرروا هذا الخطاب. يعني بالأمس سمعنا أن هناك أحد قادة المقاومة كان يخاطب القرية التي طرد منها الحوثيون، كان يخاطبهم بالميكروفون ويخاطبهم أننا لسنا دعاة حرب وإنما نحن أتينا لنفك الحصار. إذا هذا الخطاب أننا نعرف أنفسنا كمقاومة للمجتمع الذي نعمل في محيطه، هذا أعتقد جزء مهم للغاية. هناك نقطة لها علاقة بالجانب الرسمي. الجانب الرسمي عليه أن يعمل جاهدا على أن لا يكون لدينا بعد الانتصار أمراء حرب، أن تكون هناك مظلة رسمية لكل أشكال المقاومة. هذا باعتقادي مهم، أن نجمع ما بين، يعني إذا جاز التعبير من الناحية الميدانية، أن يكون هناك مرونة بالتحرك جبهات المقاومة، بالإضافة إلى ذلك تكون هناك ما يشبه المظلة الرسمية التي تحافظ على كيان موحد حتى لا تنشأ جيوب ربما تصبح مشكلة سواء أثناء مرحلة التحرير أو ما بعد مرحلة التحرير. باعتقادي أن هذا من حقنا كمواطنين، من حقنا كباحثين أن ندق جرس إنذار، وربما نخشى من أن يتحول المشهد يعني في مرحلة التحرير أو قبل مرحلة التحرير النهائية إلى شكل ميليشياوي يعيق مرحلة التحرير. طيب دعنا أستاذ جمال نسمع إلى وجهة نظر ميدانية حالية الآن في جبهات القتال. ينضم إلينا الآن الناطق الرسمي باسم المقاومة في صنعاء الأستاذ عبد الله الشندقي. مساء الخير أستاذ عبد الله. حياكم الله أستاذ عبد الله. الأحداث الأخيرة في البوابة الشرقية لصنعاء شهدت تقدم ملحوظ خلال الأيام الأخيرة للجيش والمقاومة، هل من تفاصيل أكثر حول ذلك لتطلعنا به؟ طبعا أخي الكريم، تحياتي لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الجيش. تم التقدم في يعني محيط طرب اثنان في اليومين الماضيين، واليوم يعني تم تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية
في هذا هذه المنطقه التي هي فرضت لنا الضوابط الشرقيه لمحافظه صنعاء ومنطقه العاصمه، وتم السيطره على اجزاء واسعه من جبل الفرقه وايضا الخط الشرقي الذي كان يمد الميليشيات من الجهه الغربيه من الفرقه، تم قطع الامداد نهائيا. الان يعني يتم مطارده في داخل هذه المرتفعات الجبليه، وخلال الساعات القادمه ان شاء الله ستكون يعني التحرير كامل لمرتفعات جبال الفرقه، ومن ثم التقدم نحو معسكر الفرقه والسيطره عليه. الان يعني يتم التوجه الى الناحيه الغربيه من جبال الفرقه، وقد تم السيطره على بغلان، والان تتم يعني دخلت يعني المقاومه الشعبيه والجيش الوطني الى الجبل الذي يتم على منطقه مشوره التي هي شبه المدينه او شوف، وطار المقاومه الان يسيطرون على هذه المنطقه التي كانت ملاعب لثلاث ميليشيات الحوثي وعصابات صالح، كان منذ الصباح الباكر وهذه الميليشيات والعصابات قد شرك لها تقتل الهروب وهربوا بالعشرات اكثر من 150 فرد الذي وجدوا في مكان واحد. نعم، طيب هذه الانتصارات التي تتحدث عنها أستاذ عبد الله، هل تمت في كافة المرتفعات في منطقة نيم؟ أستاذ عبد الله، إذا انقطع الاتصال مع الأستاذ عبد الله الشندقي الناطق الرسمي باسم مقاومة صنعاء. أعود إلى الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني نحن نلاحظ أن الحضور الآن للمقاومة الشعبية هو حضور وطني متجاوز للمدن وللمناطق وما شابه، كيف تقرأ ذلك خصوصا في أهمية هذه المرحلة التاريخية؟ نعم بالفعل هذه نقطة مهمة، نحن نجد أن المقاومة في مأرب فيها من أبناء إب وفيها من أبناء تعز وفيها حتى يعني من ابناء يعني بعض المحافظات القريبه من المحافظات الجنوبيه، اذا هناك تجاوز حتى لفكره الحزبيه، يعني نحن نرى اليوم يعني من اختار لنفسه بعيدا عن القيادات، من اختار لنفسه من كل الاحزاب ان يكون في المقاومه فهو موجود هناك، وكل القوى تقريبا على المستوى الشعبي على مستوى القواعد هي ممثله داخل جبهات المقاومه. هذه نقطة مهمة جدا، من النقاط التي نريد ان يعني مثلا على سبيل المثال عندما اسمع انا ان قائد المقاومة مثلا في تعز حمود سعيد المخلافي عندما حمل السلاح في 2011 عندما انتهت المعركة السياسية المعركة وبدأت المرحلة السياسية ترك السلاح وذهب ليدرس الماجستير، نريد ان 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 ان, أن دعني اقول نسلط الضوء على مثل هكذا نماذج وان تعالى على فكره هل حمود المخلافي ينتمي للحزب الفلاني، اليوم اصبحت الانتماءات الضيقه تحت مظله المقاومه هي اختزال، اليوم المفروض انا عندما ارى المقاوم يحمل سلاحا علي الا اسال من اي منطقه هو ومن اي حزب ينتمي، هو يحمل السلاح للدفاع عن كرامتي ايا إن كان انتمائه وايا كانت جغرافيته، هذا اذا اردنا ان نعكس بالفعل اخلاقيه الفعل المقاوم. طيب هل لديك ملاحظات حول يعني تشكل الهوية الجامعة اليمنية الجامعة للقوى المقاومة على الأرض في 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 يعني في هذه الأماكن أو في نطاق التماس مع المشروع الإمامي إن صح التعبير؟ أنا اعتقادي في المجمل الصورة الكلية في المجمل هناك تجانس وهناك نضج لدى قيادات المقاومة وهم مدركين لهذا البعد، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك للأسف الشديد بعض الممارسات السيئة بحكم دعني أقول الفوضى المصاحبة الموجودة في كل اليمن، اليمن كله مختطف اليوم، وبالتالي قد تحدث هناك بعض الممارسات التي ربما تسيء للفعل المقاوم، لكن نحن نتكلم عن الصورة الكلية، الصورة الكلية فيها من التجانس وفيها من البريق ما يجعلنا أن نرى بشكل واضح أخلاقية الفعل المقاوم في مقابل دعني أقول الهمجية التي تمارسها ميليشيات الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح. نعم، طيب اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ جمال. يعود إلينا الأستاذ عبد الله الشندقي الناطق رسمي باسم مقاومة صنعاء، أهلا بك من جديد أستاذ عبد الله. نعم، كنت أسألك حول هل تشمل هذه الانتصارات جميع المرتفعات في نهم؟ هذه الانتصارات تشمل المرتفعات الشبيه من ديريه نم هي جبل فرضه وجبل الحواج وجبل طلب وجبال مناطق حبيب نم،
هذه المرتفعات الشرقيه من مديريه نهم يعني تم السيطره عليها، وتبدا بعض الجيوب التي ذكرت لك ايضا الضربه. يتم ملاحظه الميليشيات الى الجيوب التي ما زالت موجوده فيها، ويتبدا ايضا الجبلين اللذين فيهما المعسكر. سيكون خلال الساعات القادمه هو الهدف الاخر لابطال المقاومه والجيش الوطني. طيب ما اهميه هذا التقدم بالنسبه لكم؟ طبعا كما ذكرت لك في السابق بان التقدم الذي حصل الى الان يعتبر اننا فتحنا البوابه الترديد لمحافظه الخطه، تعد معات جبال الفرضه والتي الجبال المحيطه بها من كل الاتجاهات، يعني مناطق مسيطره على اجزاء من ثلاث محافظات، على تسيطر على مديريه مجر من الناحيه الشرقيه التي هي تابعه لمحافظه معرب، وايضا تسيطر على بعض المناطق من محافظه الجوف في الجهه الشماليه، كما تسيطر في الجهه الجنوبيه والغربيه والغربيه الشماليه على ايضا بقيه مديريه نهم ومرتفعات من يعني محافظه اجزاء من محافظه صنعاء. هل يمكن الحديث عن ان صنعاء استاذ عبد الله على موعد قريب، هل يمكن الحديث على ان صنعاء على موعد قريب مع الجمهوريه اليمنيه؟ نأمل كذلك ان صنعاء على موعد قريب يعني بعوده الشرعيه اليه ودخول قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. نحن بهذا الانتظار الذي تحدث خلال اليومين الماضيين واليوم وسيتحقق غدا ان شاء الله، تتفاعل بقيه الجبهات المحيطه والتي معد لها ان تدخل صنعاء من الناحيه الشرقيه ومن الناحيه ايضا الغربيه ومن الناحيه الشماليه والجنوبيه ايضا، سيكون دخول صنعاء من عده مسارات. السيطره التي تمت اليوم على جبال الفرضه والمرتفعات المحيطه بها، وايضا السيطره التي ستتم على ما تبقى في الايام القادمه، سيكون لها الدور في اشعال يعني الحماس، وايضا تحرك يعني الجبهات الاخرى التي هي في محيط محافظه صنعاء وايضا امانه العاصمه من المسارات الاخرى التي اكثر من 4 إلى 5 مسارات سيتم دخول صنعاء من خلالها. بهذه السيطره نستطيع ان نقول ان يعني صنعاء باتت قريبه على موعد قريب لدخول الشرعيه اليها وقوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. طيب اذا ما تحدثنا الان استاذ عبد الله عن مستوى التنسيق بينكم في المقاومه الشعبيه ومع القوات المسانده للشرعيه، الى اين يصل هذا المستوى؟ هل هناك غرف عمليات مشتركه؟ خاصه أن يعني التطورات الميدانية المتسارعة تحتاج إلى مستوى عالي وتنسيق حتى مع طيران التحالف. طبعا أخي نحن كمقاومة شرعية نحن رديف للجيش الوطني، نحن يعني جزء من الشرعية، أو نحن يعني جئنا مع الشرعية، نحن كمقاومة يعني شعبية، منا الطبيب والمهندس والدكتور والأستاذ، ويعني منا اصحاب الحرف المهنيه والاشغال الخاصه، نحن ما دفعنا الا ما حصل من يعني ضم هذه الميليشيات والعصابات لتفجير وتهجير وظلم، وما حصل من ممارسات هي التي دفعتنا الى ان يكون لنا دور مساند من الجيش الوطني والشرعيه. نحن يعني جزء لا يمكن ان نتحرك بمفردنا، نحن نتحرك ضمن خطه عسكريه وضعت من قبل جهاز الجيش الوطني وايضا جهاز المقاومه الشعبيه والاتفاق مع قوات التحالف. لا نتحرك يعني بمفردنا، نتحرك ضمن الجيش الوطني وايضا بمسنودين بقوات التحالف، والتحالف كان له الدور الابرز في هذه المعركه الماضيه بالاسناد من الجو بطيرانها، فكانت لها يعني نسبه كبيره من حسم المعركه في مقدمه المعارك بالتغطيه الجويه. نحن اذا ما تحدثت عوده الشرعيه الى يعني الشرعيه اذا ما تحدثت عودتها الى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات اليوم، واذا ما دخلت القوات الشرعيه الى صنعاء واستطاعت الشرعيه ان تحكم بقيه المحافظات، سنعود الى اعمال الخاصه وسنسلم سلاحنا للجيش الوطني. ليست لدى مشاريع ولا اهداف يعني لا فئويه ولا شخصيه ولا حزبيه، نحن مش يعني مساند للشرعيه ورديف للجيش الوطني. شكرا لك الناطق الرسمي باسم مقاومه صنعاء الاستاذ عبد الله الشندقي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نعود الى نقاش حلقتنا، لكن قبل ذلك نتوجه الى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى الأستاذ جمال الملكي المحلل السياسي معنا عبر السكايب من الدوحة. أستاذ جمال، استعادة الشرعية، استعادة الدولة المخطوفة، هذه شعارات تبنى عليها أو يتخذها المقاومون وقوات الجيش الوطني. برأيك إلى أي مدى يلتزم أو ستلتزم هذه القوى بهذه الشعارات؟ الذي يجعلنا نرجح أنها ستلتزم بهذه الشعارات مثل ما قلت هو أنهم لم يكونوا أصحاب المشروع، يعني لم يتبنوا فكرة القتال ولم يتبنوا فكرة الحرب، هم كانوا مدافعون، وبالتالي هم يعني يحلمون باللحظة الذي سيترك فيها الطالب سلاحه ليعود إلى المدرسة، أو ليعود المزارع إلى مزرعته، وليعود الأستاذ إلى مدرسته، وليعود الأكاديمي إلى جامعته. دعني أقول الخطاب الذي تتبناه المقاومة هو خطاب يبشر أنهم لن يكونوا فعلا أصحاب مشروع قتالي بعد أن تعود يعني الحياة السياسية إلى طبيعتها. إذا كما قلت سابقا أيضا أنه هذه المكونات التي المنخرطة اليوم في الفعل المقاوم اختبرت حقيقة على 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 الأرض، تم اختبارها ونجحت في هذا الاختبار عندما لم تنحاز لأي مشروع يعني لا ينتمي لفكرة الدولة. إذن كل هذه العوامل تجعلنا أكثر اطمئنانا وتجعلنا نرجح أن المقاومة بشكلها العام سوف. أستاذ جمال، نعم، يبدو أن سنعود إلى الأستاذ جمال المليكي إلى حين إصلاح الخلل، يبدو أنه خلل في السكايب. إذا تحدث الأستاذ جمال عن طبيعة التحركات على الأرض وكيف أنها تمثل واجهة فعليا لمشروع قوى وطنية جامعة تجتمع تحت الهوية الوطنية اليمنية، التي تواجه في هذه اللحظة الراهنة الخطاب الإمامي الذي يمثله التحالف الانقلابي لميليشيات الحوثيين وصالح. قبل ذلك تحدث معنا الناطق الرسمي باسم مقاومة الشعبية في صنعاء، تحدثنا عن التطورات في جبال نهم التي تشهدها هذه الأيام، التي تعد البوابة الشرقية لصنعاء، والتي من خلالها ستكون العاصمة صنعاء على مرمى حجر لقوات الجيش الوطني والمقاومة. إذن مشاهدينا الكرام، سنتحدث في هذه الحلقة حول يعني تحدثنا حول المشروع الهوية الوطنية الجامعة في هذا الخطاب، والآن ينضم إلينا العميد مراد المرادي قائد محور البيضاء. مساء الخير سيادة العميد. سيادة العميد، سيادة العميد، أهلا وسهلا. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد إلى حين عودة سيادة العميد وكذلك ضيفي جمال المليكي. نعود إلى تلخيص ما قلناه إلى الآن في هذه أو ناقشناه إلى الآن في هذه الحلقة. تحدثنا كثيرا أو تحدث الأستاذ جمال المليكي حول كيفية تمثيل قوى الشباب والقوى المقاومة الآن على فكرة المدنية وفكرة الثورة السلمية، التي اضطروا الآن من يمثلون الثورة في العام 2011 اضطروا الآن إلى تبني مشروع المقاومة ليس بخيار متاح وإنما خيار مجبرين هم عليه. يعود إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي. مساء الخير من جديد أستاذ جمال. مساء النور. طيب، إذا ما تحدثنا على صعيد القرارات أو التحركات العسكرية الآن الموجودة على الأرض، وما يعني كان أصدر من قرارات أممية مثل القرار 2216 الذي لم ينفذ، هل يمكن الحديث على أن هذه القوى المقاومة الوطنية هي من ينفذ القرار الأممي هذا؟ أنا باعتقادي أن المقاومة ستفرض أمراً واقعاً ستستجيب له كل القوى في الداخل والخارج. للأسف الشديد الصورة الذهنية عند المواطن البسيط اليمني البسيط عن الأمم المتحدة هي صورة مهزوزة للأسف الشديد، ولم تستطع الأمم المتحدة أن تستعيد هذه الثقة بسبب بسيط، أن صنعاء سقطت واجتاحتها الميليشيات المسلحة، ومبعوث الأمم المتحدة بغرفة واحدة هو عبد الملك الحوثي، بمعنى أن عبد الملك الحوثي
كان يوجه الميليشيات باجتياح صنعاء بجوار الأمم المتحدة أو مثل الأمم المتحدة. هذه لحظة لا ينبغي أن ينساها اليمنيون ولا أعتقد أنهم سينسوها. إذا الأمم المتحدة لا حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تستعيد ثقتها. الأمم المتحدة نحن خاطبنا يعني كإعلاميين وكباحثين خاطبنا المبعوث الجديد قلنا عليه ألا يقف يعني أو أن يتعلم من الأخطاء الماضية للمبعوث الأول، وللأسف الشديد لم نجد حتى هذه اللحظة التعامل الجاد والتعامل المسؤول أو التعامل الذي يتناسب مع ميليشيات الحوثي ومع المخلوع علي عبد الله. طيب يعني يمكن الحديث الآن على أن التطورات العسكرية الأخيرة يعني ستنهي أي عملية سياسية ممكنة؟ هي ستهيئ للعمل السياسي المعقلم، يعني العمل السياسي الذي كان الذي كانت تحاول المفترض أن يكون يعني. لا أقصد أنا الذي كان قبل استكمال عملية الانقلاب كانت جماعة الحوثي تحاول أن تفرض عملا سياسيا مشوها. كيف العمل السياسي المشوه؟ هو يعني أرادوا أن تكون الصورة كالتالي، أن يكون لدينا رئيس لجنة ثورية أو يعني ممثل للسيد، وأن يكون السيد هو الحاكم الأعلى للعملية السياسية برمتها بصورة يعني تحاكي أو تشبه ما يعني النظام السياسي الإيراني. نعم. هذا الفعل المشوه كانت ترغب الميليشيات بالتحالف على عبد الصلاح أن تفرضه على اليمنيين، لكن اليمنيون أبوا إلا أن يستعيدوا العمل السياسي الحقيقي، العمل السياسي الذي تكون مظلته الدولة الحديثة التي تكون يعني ثقافة الديمقراطية هي التي تصبغه وليست ثقافة استخدام الديمقراطية كورقة من أجل فرض حكم العائلة أو حكم الطائفة الواحدة. نعم. طيب اسمح لي أستاذ جمال أن تبقى معنا. ينضم إلينا الآن العميد مراد المرادي قائد محور البيضاء. مساء الخير مجددا سيادة العميد. مساء الخير، أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. سيادة العميد، نحن نسمع الكثير من الأنباء عن انضمام الكثير أو كتائب من الحرس الجمهوري إلى صفوف قوات الجيش. هل هناك وسائل استيعاب لهذه الكتائب تضمن عدم اختراق الجيش الوطني؟ أولا نشكركم على الاستضافة، وطرحكم هذا النقاش هو يعني دلالة على الحس الوطني وعلى حساسية المرحلة. أنا أريد أن أنوه إلى شيء مهم. السلحة في غالبيتها ليست مع الحوثيين، تحكم تمثل بالاعتبارات معينة، لكنهم كحالة صميمية ليسوا مع الانقلابيين ولم يكونوا معهم. صح أيضا في جزء مهم يجب أن نضعها في حساباتنا، أن البناء القوات المسلحة استهلكت في حروب صعبة واستهلكت في هياكلها ونظمها وقوانينها وتقاليدها العسكرية. جيش بدون تقاليد لا يعتبر جيش. ومع ذلك كله أنا على يقين أن الكثير قواتنا المسلحة السلبيين ينتظرون الفرصة للانضمام إلى قوات الشرعية، ولو تركت الإمكانيات لكانوا بجوارنا يقاتلون الأذناب الفرس وعصابات الانقلاب وأمور كثيرة أخرى. الشيء الذي يشدد عليه عبركم أن أدعو زملائي ضباط القوات المسلحة السلبيين، أقول الخوانة ولكن أقول السلبيين أو المتخاذلين. نحن الآن على أبواب صنعاء توجد بها مقرات الدولة ويوجد بها الأرشيف الوطني للجمهورية اليمنية. أطالبكم أن تختموا تخاذلكم بموقف شرف بأن تحفظوا ممتلكات القوات المسلحة وأن تتحزموا لشيء من رد الاعتذار من البدلة التي تلبسونها. أيضا هذا النداء للأحرار من الحرس الجمهوري، أليس كذلك؟ الحرس الجمهوري وغير الحرس الجمهوري. وأريد أن أنوه إلى شيء، أن نحن بكل ما حصل وبكل ما حدث لا نرى اليمنيين إلا أقوى، وبالذات في مؤسسة العمود الوسطي لليمن وهو القوات المسلحة. أريد أن أنوه إلى أن الضباط الذين لم يسلموا عهدهم للعهدات بتوجيهات من فلان أو علان لا زالت لهم
فرصة في أن يكونوا أخوة لنا رفاق سلاح أبناء يمن واحد، ولم نتعامل بروح المنثور أو بروح التسلح أو بروح نحن سنحافظ وجدنا حقنا عنده. لنا هو خيانة الوطن، الانقلاب على الشرعية الدستورية، ممالات الانقلابيين، الترويج لهم، الطعن في ظهر القوات المسلحة وفي ظهور الشهداء الذين قتلوا والإرجاف في الأرض، لأن هناك صابر خامس يعمل في القوات المسلحة. أتمنى أن يعود الكثير وأن يحافظوا على مقدرات الدولة وخاصة القوات المسلحة، ما بقي منها لأنها تم تشبيحها، وأن يختموا سلبيتهم وتخاذلهم طوال هذه الفترة لموقف شرف الشارع إليه. وهل تتواصل القوات العسكرية المساندة للجيش أو للشرعية مع هذه أو مع رفقاء السلاح وأخوة السلاح من قبل يعني كتائب الحرس الجمهوري أو غيرها من كتائب الجيش الوطني التي لم تنضم بعد لمشروع الشرعية؟ هل هناك تواصل معهم؟ لله ثم التاريخ نحن متواصلين مع الكثيرين منذ أشهر، وقلوبهم معنا، وحدث تخاذل وحدث أيضا شيء من القصور في جوانبنا أننا لم نتواصل، رغم أننا نتصل بنا الكثيرين، هذه لله وللتاريخ، ونحن عاملين حسابنا، فاهمين مؤسستنا وفاهمين إيش جابنا عليه وإيش ما هو المطلوب منا، إعادة رحمة القوات المسلحة ولإزاحة السفاح الفاسد. طيب برأيكم سيادة العميد، ما الذي يؤخرهم إلى العودة إلى حضن الشرعية وحضن الدولة أو القوى الوطنية الموحدة؟ ما الذي يعيقهم؟ شوف في بعض الأشياء لا يبقى لها البعيد، وهو على سبيل المثال المرتبات، يعني بعض عندها أسرة عندها أطفال، جندي عندها أسرة عندها أطفال، فيظل محكوم براتبه هو في البيت لم يقاتل، إضافة إلى الإرهاب الذي يورث على الكثيرين، عندهم بيوت، عندهم عوائل، عندهم إخوان لهم. ما تصدر المشهد هو اللي كانوا زي ما يقولوا في المثل بايعها، يعني وأيضا فيه من طعن الجيش في ظهره، وفي مواجع مناطقية وفي وغدر سلالية، ولكن الحالة العامة من القوات المسلحة هم في البيوت، يعني هم في البيوت لاعتبارات كبيرة ولا عظيم من مسؤوليتهم. إذا أشكرك شكرا جزيلا قائد محور البيضاء العميد الركن مراد المرادي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ جمال المليكي معنا عبر السكايب من الدوحة. أستاذ جمال، حضور الدولة الشرعية في المناطق المحررة هل يعكس استجابة أو هل يعكس الشكل الذي تناضل من أجله قوى المقاومة الشعبية؟ هو للأسف أن المناطق المحررة يعني على سبيل المثال عدن ورثت كثير من الإشكاليات الأمنية، وبالتالي ما زالت يعني تحاول مع الأخذ بالاعتبار أو مع تأكيد على أن يعني استعادة الأمن واستعادة الاستقرار في المناطق المحررة هو عامل مهم من عوامل تعجيل حركة المقاومة، ودعني أقول كسب إذا كان هناك فئة صامتة أن نكسبها في اتجاه أن هذه المناطق التي حررت أصبحت أكثر أمانا، ربما مأرب تقدم نموذج يعني حيا في هذا الاتجاه، وأعتقد أن عدن في طريقها إلى تحقيق الاستقرار المحلي الذي يغري بقية المدن بأن يعني أن يكون هناك مثال يعني يلتفت إليه من المناطق المحررة. أنا أحب أن أشير وأن أؤكد على هذا الخطاب الذي نلمسه، أحد الأدلة التي كنت أتحدث عنها أن هناك خطاب مختلف، هذا أحد قيادة المقاومة يتخاطب بهذا الشكل الأخلاقي والإنساني مع من يعتبر بالمفهوم العسكري خائن. إذن نحن أمام حالة وعي لدى المقاومة تمثلها قيادة المقاومة التي أحد هؤلاء القيادات سمعناهم قبل قليل. أحببت أن أؤكد على ما قلته، أن هذا أحد الأدلة الواضحة والعملية على الأرض، أن هناك خطاب واعي وخطاب يريد أن يوحد، وخطاب يريد مجتمع متجانس ولا يريد أن يتعالى ولا يريد أن يكون هو الذي سيحمل هوية المنتصر ضد مهزوم. ليس هناك منتصرا على 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 أخوه، وليس هناك منتصرا على شعبه، ليس هناك منتصر، هناك لحمة واحدة، هناك هدف واحد،
باعتقادي أنه حان الوقت أن يتناغم الجميع حول أيقونة الدولة وأيقونة دعني أقول استعادة النسيج الاجتماعي الذي ربما عانى الكثير من هذا التحالف، تحالف علي عبد الله صالح مع جماعة الحوثي. طيب هذا يعني الحديث عن القوى الوطنية وعن فكرة الدولة والجمهورية بمواجهة الفكرة الإمامية، هل يطمئن المجتمع الإقليمي الذي يعني يراقب الأوضاع باليمن ويشارك فيها بشكل كبير، هل يطمئن الجيران بشكل عام؟ الجيران ليسوا بحاجة اليوم أن يطمئنهم أحد، هم بحاجة أن يطمئنوا على أنفسهم. هذه النغمة، نغمة أنه على القوى الداخلية أن تطمئن الإقليم، هي النغمة التي قادتنا إلى ما نحن عليه. يوم أن كان للأسف الشديد الإقليم وبعض قوى الإقليم تتعامل مع الداخل بتفرق أن هذا يعني لست متناغما معه وهذه الفئة أنا أكثر اقترابا منها، يوم أن كان التعامل بهذه الطريقة حدث ما حدث في اليمن، وما يحدث في اليمن هو مهدد. إذن الإقليم عليه أن يحمي نفسه أولا بأن يتجاوز التحيزات وأن يستفيد مما حصل وأن لا يكرر الأخطاء، لأنه أمام خطر حقيقي لا يقل خطرا عما يواجهه المجتمع اليمني. طيب يعني الآن نحن نقترب من الذكرى 5 لثورة 11 من فبراير، بنظرة استشرافية أستاذ جمال، يعني هل ستكون هذه الأيام موعد استكمال تحرير البلد من قبضة الميليشيا؟ لا نريد أن يعني أن نرفع سقف التوقعات حتى لا تحدث يعني دعني أقول انتكاسة نفسية لدى المجتمع أو لدى المقاومة. نحن أمام معركة، لازلنا يعني من المبكر الحديث عن فكرة الحسم، ما زال هناك عدة جبهات، جبهة تعز ما زالت محتدمة، هناك جبهات الجوف في اتجاه صعدة، هناك جبهة صنعاء، وهناك جبهات تظهر أحيانا وتختفي مثل ما هو الحال في المناطق الوسطى أو في ذمار وفي عتبة وفي غيرها. إذن نحن أمام جبهات متعددة، اليقيني أن هناك اتجاه والبوصلة متجهة بشكل صحيح نحو التحرير، وهناك تقدم يومي، وهناك حالة وعي تتزايد لدى الفعل المقاوم. هذا هو ما يطمئن اليمنيين أننا في اتجاه التحرير. هل سيحصل هذا خلال شهر؟ هل سيحصل خلال أكثر؟ باعتقادي أن اليمنيون لديهم من المخزون الاستراتيجي على المستوى النفسي وعلى المستوى الجاهزية الاجتماعية وحتى على المستوى القتالي ما يجعلنا نطمئن أننا في طريقنا إلى التحرير، طال الزمان أم قصر. ميليشيات الحوثي، هذه الجماعة الأيديولوجية ذات الفكر الأيديولوجي الضيق، وجماعة علي عبد الله صالح الذي ليس له مشروع إلا الانتقام، هذا مشروع قد يسيطر، هذا التحالف قد يسيطر لكنه لا يدوم. هكذا يقول لنا التاريخ، هكذا يقول لنا المنطق، هكذا يقول لنا العقل. لا يمكن أن تسيطر هذه الفكرة، لا يمكن أن تدوم، يمكن أن تسيطر، يمكن أن تستغفر المجتمع لحظة معينة، لكن المآل والعاقبة هي للأحرار والثوار الذين اختاروا فكرة الوطن على فكرة الفئة وعلى فكرة الحزب وعلى فكرة الطائفة وعلى كل الأفكار الضيقة. شكرا لك جزيلا المحلل السياسي جمال المليكي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم وأشكر جميع ضيوفي الذين كانوا معنا. تقبلوا تحياتي أنا وطاقم العمل سواء التحريري أو الفني، إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.